لتدشين وإطلاق أكبر حدث ومعرض عقاري مصري 100% لأول مرة، وذلك لوضع مصر على خارطة الاستثمار العقاري حول العالم بمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية بحضور السيد هشام لطفي رئيس مجلس إدارة الأهرام. الهدف للمعرض هو إيصال المشروعات العقارية الكبيرة اللي موجودة في مصر سواء في القاهرة أو على السواحل إلى المستثمرين العرب والمصريين المغتربين في دول الخليج. مؤتمر يعتبر هو إشارة الانطلاق والبدء للتجهيز والتحضير لمعرض عقارات مصر 2017، والمزمع إقامته في دبي في الفترة من 5 وحتى 7 من مايو المقبل. ويعد هذا المعرض أول معرض مصري ودولي متنقل يضم أبرز شركات التطوير العقاري المصرية، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات الفاخرة للعملاء المصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب، فضلا عن توفير الحلول العقارية المتكاملة والجاهزة للمستثمرين الدوليين في مجال العقارات. الأهداف هو تصدير العقار المصري لدول العالم، وبداية ننطلق بدايتنا من دولة الإمارات، إمارة دبي، وهي طبعا احنا ابتدينا بدبي لان احنا طبعا الحمد لله في مجموعة من الشركات العاملة في السوق المصري هي شركات إماراتية بالأصل، وده هيدينا يعني زخم ان يكون الستارت بتاعنا بإذن الله من إمارة دبي. كما يعد المعرض هو الحدث الأول من نوعه ضمن سلسلة المعارض التي ستقام أيضا في عدة مدن بالمنطقة العربية وحول العالم.